فهو يتكلم هنا في الجزء الأول صفحة 66، يقول في ضمن الأبحاث يعني أنه ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عدله إلى آخره، إلى أن قال: فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري ومسلم. إحنا هيجي ابن حبان بعدين، لكن خلينا نوصل للآخر كده. فيقول: والعجل قريب في توثيق المجاهيل منه. بعد ما قال إن ابن حبان يوثق المجاهيل، قال: والعجل قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء. القدماء فده فيه بقى تفاصيل في بقية الكتاب. ما دليلك يا مولانا على هذا؟ قال: لأني وجدت إن عدد كثير من اللي هو يقول فيهم ثقة غير من العلماء النقاد يقول عليهم مجهول. والشخص إذا ذكر دليله يساعدك على أنك أنت تنصفه أو تفهم مراده. فطالما ذكر أن السبب اللي خلاه يقول أن العجل كابن حبان، أن أنا لقيت عدد غير قليل من الذين وثقهم يحكم عليهم غيره بأنه هو مجهول. فزي ما قالوا على ابن حبان يوثق المجاهيل، هذا أيضا وجدته يوثق المجاهيل. فأي واحد ملهوش في الشغل أو كده ممكن تروج عليه الحكاية، يقول لك: آه طب ما هو جاب لك الدليل أهو. لما أنت تمسك ثقات العجلي، طبعا الكتاب مجلدين والعدد فيه يعني حوالي ما أظن مش عارف 2000 ترجمة ولا كام، وتعرضهم ما تلقاش إن عدد اللي هم معارضين بالجهالة عدد يخليه يقال في حقه وثق المجاهيل. لكن قضية توثيق المجاهيل أيضا اللي هو له شغل في الرجال يعرف إنها مش خاصة بالعجلي، إن إحنا لما بنجمع أقوال ابن معين نفسه أحيانا نجده في روي واحد يقول مجهول لا يعرف، ويقول عليه في مرة تانية صدوق، وربما يقول عليه في المرة التانية ضعيف، وهو هو ابن معين. فكون واحد يوثق واحد ويوجد في قول آخر الحكم عليه بأنه مجهول، هذا لا يدل على أنه يوثق المجاهيل. إنما القدح يكون لو وثق المجاهيل عند نفسه. أما لو وثقت أنا المجاهيل عندك فلا ضير علي أبدا، أنا عرفت ما لم تعرفه. وأنا قبل ما جيلك كده اللي شافوني بالعين قالوا الرجل ده هو وابن معين والإمام أحمد طبقة واحدة. أنا مش هزيل لدرجة أنك تقول لي أنت بتوثق المجاهيل. كونك تقيسني بابن حبان، الإمام علي بن المديني يقول: الرجل إنما يقاس بأهل زمانه. في الجرح والتعديل لما تيجي تقارن واحد تقارنه بأهل زمانه. ولذلك الدوري لما قالوا له: إيه رأيك في العجلي؟ قال: إحنا كنا نعده كأحمد وابن معين. فيه ناس من اللي حاولوا تثبت تساهل العجلي قارنوه بأحكام الحافظ في التقريب. هذا لا يصلح. أنت هات واحد في جيلي وحاكمني عليه، لكن تجيب واحد في آخر بلاد المسلمين وتقول أنا هقارنه بده. الرجل يقاس بأهل زمانه، وكذلك أهل مبلغه في العلم. فطالما ناس شافته حي وقالوا كان زي أحمد وابن معين، أنت إيش بدور؟ قال لك ده لسه جاي، ده أنا ابن معين نفسه هشيله.
تشيل ابن معين قال اه طبعا اشيله، ما هو عشان القضية تمشي. فلذلك هذا الدليل لا يصلح. اخواننا الباحثين المعاصرين لقوا ان الحكاية دي مش ماشية، فقال لك لا احنا هنجيب حاجة جديدة. ايه اللي هتجيبوها؟ قال هو بيضعف ناس كتير وثقهم غيره. نقول نفس العصرة، ان مخالفة واحد يوثق واحد والتاني يضعفه دي موجودة في الكل. هات اقوال الامام احمد مجموعة دلوقتي في ثلاث اجزاء، وهو رجل معروف بانه ناقد لا خلاف على نقده، وايضا يعني موصوف بالاعتدال، وشوف انت اقواله في الروح، فتلاقي انه هو مش هو حتى بيعارض يضعف اللي هو وثقهم غيره، لا ده هو له اقوال بتضعيف واحد وتوثيق واحد على نفسه هو. فلذلك ايضا الحجه المتاخره بان لقينا كثير ممن وثقهم ضعفهم غيره لا تصلح. امتى تصلح؟ اذا انت جمعتهم وجبت لي نسبه، ودي حتى الان ما حدش ما شفتش انا حتى عملها. قلت هو والله طلعوا 50%، ما حدش عمل كده. انا ما اجيب لك 50 ترجمه اقول لك اهو، طب وال 50 تحكم على 2000؟ ما تحكمش، انت اجمعهم بالظبط واجمع الاقوال واديني نسبه، وشوف اللي ضعفهم ايضا هل هو ممن يقاس به العجل ولا لا، عشان يبقى قياسك مظبوط. لكن ما تجيبش مسطره على مزاجك انت عشان تطلع حكمك يوافق ما تريد. فاصبح لا رد توثيق العجل بانه يوثق المضعفين من غيره، ولا رده بأنه هو يوثق المجاهيل عند غيره يصلح دليلا لكونه من المتساهلين في التوثيق. ده أمر. الأمر اللي الثاني أن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ المعلم في هذا المكان من التنكيل بعد ما قال العجلي قلنا ماشي خلينا ناخد دي، قال لا ده لسه. وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة. فأصبح بقى لما دخل غير العجلي مفروض اللي يقرأ السياق يعرف أن القضية مش قضية العجلي، ولكن هي قضية تعميم مبدأ عشان خاطر نوصل إلى الرد، بحيث يكون هذا تنكيل على التأنيب مش عشان خاطر احتكام منا إلى القواعد اللي هي بتحكم هذا العلم ولا بد أن الكل يخضع له. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك أن هناك عدد من توثيقات ابن معين بيبنيها على صبر الأقوال، وذكر أمثلة. طبعا الأمثلة دي تروج على اللي ملوش في الصنعة، إنه جايب 20 مثال، مين اللي قال إن 20 مثال تمثل مذهب رجل؟ فأنت لما تشوفها كده خلاص آمنت، تتبنى الفكر، زي اللي لقي الترمذي قال لك خلاص الترمذي امنت. طب استنى لما حد يتجرأ ويطبع الكتاب باسم كده وابقى اكتبه، يقول لك لا لازم الاول ان احنا نسبق الامامه قبل ما تخلص. فتكلم الشيخ هنا على انه الجرح او التوثيق بناء على النظر في احاديث للراوي ده طريقة سلكها ابن معين وغيره، وأن هذه الطريقة لا تصلح. طبعا أنت لو أنت قاري كتب تحس أنه هو بيقول الشمس مش طالعة، أن مسألة الحكم على الراوي بناء على النظر في أحاديثه في كل النقاد اللي اشتغلوا موجود، يقول لك أحاديثه مستقيمة، وإنه وجدت له حديثين منكرين، وإنه له كذا، وهات أنت حتى أقوال الإمام أحمد تلاقيه كلها على كده. فمسألة الحكم على الراوي بناء على أنه
سبر أحاديثه. لما نقول إنها مش ماشية يبقى إحنا بننسف كل الجرح والتعديل اللي إحنا موجود معانا، مش حكاية لا ابن معين ولا حكاية العجلي. بس ده اللي يعني إحنا نريد إن إحنا نكتفي به في هذا، وليس مقصود منه أبدا أي اقتراب من مكانة الشيخ المعلم، لا. احنا مجرد بس ان انا طبعا كراجل بشتغل في الشغلانة دي، 100 واحد بيجيب لنا بحث او بيجيب لنا رسالته او بيجيب له كده ونلقاه، يعني يمكن بالغ 6 شهور ولا كده واحد برضو بيكتب في المجاهيل في رسالة الدكتوراه، راح جاب تساهل العقل وكتب كلام الشيخ ده بحرفه وراح انتهى. انظر التنكيل، نظرنا التنكيل يا عم الحاج. فلذلك بلاش يعني تقليد المسائل إلا لما تبحثها ويتأكد لك إن القواعد تساعد عليها، لكن الجو اللي كتب فيه التأنيب والتنكيل ما يساعدش، مش جو طبيعي للنقد اللي هو ممحص عن التأثر بقضية كانت مثارة في هذا الوقت. فإحنا نستفيد بما في كتاب التنكيل من قضايا، وأيضا لا نأخذ بما يخالف فيه القواعد، وهذا لا يضير الشيخ ولا ينال من مكانته. ولا طبعا أنا قبل ما أجي أري الكتاب اللي هو بتاع أخونا اللي هو كان شغال في التقسيط ده اسمه سعيد أظن أو كده اللي هو في قطر الآن، اسمه يا شيخ أشرف سعيد، هو كاتب على الكتاب ذهبي العصر، ماشي على العين والرسمة والنش حاجة، لكن ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه. والعجيب أنه بعد ما كتب كده عن ابن معين تجد في نقول الشيخ اعتماد لأقوال ابن معين، فمن جمع أقواله على الرجال من كتبه تلاقي فيه أقوال على من ابن معين. فلذلك يعني ما دامت القاعدة لا تساعد فقط، لا نريد أي خلفية أكثر من هذا، ده اللي هو يعني مقصود في هذا. وأن من يقول إن العجلي متساهل وأنه يوثق المجاهيل وأنه كابن حبان ليس مصيبا، وما يقدمه من أدلة على ذلك لا تنهض دليلا على ذلك. وكشيء أنا بقول لحضراتكم عليه وأنا رجل شايب، إن التساهل والتشدد الموضعي يعني اللي فراوي وفراوين وفي كده موجود في كل النقاط، وأن الحكم بالتساهل أو بالتشدد بيكون على الظاهرة العامة، وانت عليك انك تثبت انت الظاهرة العامة، ما تاخدهاش جاهزة من واحد يحطها لك في جيبك لانك هتحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى. لا تتبنى شيء انت اصلا ما تحملتش مسؤولية العلمية. اتقال لك كده دور خلاص، مادام بلغت سن الحلم اصبح عليك انك انت تبحث وتتبنى احكام تحاسب عليها بين يدي الله. ده اللي احنا نريده. وخلينا بقى ننتقل بعد كده على حكاية التوثيق، الكتاب الثالث من الثقات اللي هو كتاب ابن حبان. وكتاب ابن حبان يعني هذا الكتاب برضو انا اريد إن يعني كثير من إخواننا، طبعا ابن حبان متوفى كام ولا عايش يا شيخ أحمد؟ ها؟ 354، يعني يعتبر مرحلة وسيطة بين العجلي اللي هو 261 وبين ابن شاهين اللي هو 385. وكتاب ابن حبان في الثقات هو أكبر كتاب عرفناه حتى الآن، لأن الكتاب فضلة خيركم يقع في 9 مجلدات، و
لغاية سنة 73 اللي منكم اتولد بعد هذا التاريخ 1973، اللي اتولد بعد هذا التاريخ يعرف أن الجزء الأول من الثقات طبع في دائرة المعارف أول صدر سنة 1973، وقبل كده ما كانش فيه إلا أن النقل عن الكتب اللي تقول ذكره ابن حبان في الثقات فقط، لكن لم نكن نطلع على الكتاب نفسه حيث لم يكن قد طبع، وأن الباحثين على المخطوطات كانوا نزراً يسيراً من الناس. وقت ما طلع الكتاب كان كل اللي في ايدينا احنا كطلبة علم، بنرجعكم اهو لورا، كانت كتاب المتداول اللي في ايدينا هو خلاصة الخزرجي. وحتى الشيخ الألباني لما بيكتب هنا عن تاريخ اشتغاله بالتدريس بيقول لك انا كنت في الجامعة الإسلامية سنة 1382، وكان بخلي الطالب يكشف في كتاب الخلاصة الخزرجي. ليه؟ لأن كتاب تهذيب التهذيب ده كان لا يمكن ان حد، احنا لحد ما اخذنا الرخصة فضلة خيركم يمكن ما فتحناش الكتاب ده مرتين. لم يكن أيضا لسان الميزان من الكتب اللي هي تفتح ويفتح وتعرق فيها الجباه. ولو أنك أنت الآن جبت الطبعة القديمة الهندية من لسان الميزان وقريت فيها ترجمة مالك بن الخير الزيادي تعرف أن تلاقي أن ترجمة مخلوطة في ترجمة وفيها دي تقعيد لتوثيقات ابن حبان و و و، لكن ما كناش نقدر نصلحها لأن ما معناش إلا الطبعة اللي هي السيئة دي، ولا رجعناش ليها إلا بعد ما غلبت الروم في أدنى الأرض. فكان ب73 إذا وجد الباحث إنه صاحب خلاصة الخزرجي قال إن فلان ده ذكر ابن حبان في الثقات يحطه في الإسناد إنه ثقة على طول. ويروح محول على الخلاصة. ولما كنا بنختبر الطلاب في دراسة الأسانيد كنا نديه نسخة من الخلاصة عشان خاطر يستخرج منها الراوي. وكنا نديه كتاب يطلع منه الحديث. فأذكر من باب حتى أنك أنت تشوف المستوى، وطبعا ما كانش بعيد يعني سنة 1404 مثلا أو كان بيحصل الكلام ده. فإحنا مديين له سؤال يخرجوا الحديث من صحيح مسلم، ومديين له راوي يخرجوا من الخلاصة. فهو بيدور في الخلاصة من ساعة ما قعد على كتاب الحج لحد ما قرب ان الوقت يخلص، وهو ما بيخرج الحديث الاول وبعدين يفضل للراوي. احنا بنقول له خرج الحديث ده من صحيح مسلم ومديين له الجزء، فاذا به يفتح كتاب الخلاصه وبيدور، فالوقت هيخلص. فالمراقب قال له يا ابني الوقت هيخلص انت ما كتبتش حاجه. قال له ما انا مش لاقي كتاب الحج، انا عارف ان الحديث ده في الحج بس مش لاقي كتاب الحج في الخلاصه. فتصوروا انتوا بقى ان كان كده محصول علم الحديث، كان كده ان مرجعك المتداول اللي في ايدين 90 ولا 95 هو خلاصة الخزرجي، تجيب لك رواة الكتب اللي هي 31 كتاب. الان انا اجزم ان 90% منا ما بيشوفش الخلاصة دي الا لما يكون فيها كلمة غريبة يعني حشرجت معاه ولا كده يشوف وقت التهذيب وكده، ويمسك تاريخ بغداد ويجيب الكامل لابن عدي. وتغير الآن، فأصبح أيضا الآراء اللي تقرر بحق الكتب دي ما ينبغيش إن احنا نجيب فيها الورا لغاية السنة اللي هي كتب فيها هذا الكلام. ليه؟ لأن انت خلاص بقيت انت والكتب،
احنا اول ما كنا شايفين سقط ابن حبان وجزء كان هو بيجينا جزء بجزء، وكل ما يجينا جزء ونقراه تتغير راينا في توثيق ابن حبان. ونفس اللي هم العلماء دولات موقفهم هتلاقيه ما هوش ثابت، ما لهمش موقف ثابت من توثيق ابن حبان من خلال كتبهم. الكتاب على حسب تقديري أنا الإجمالي فيه 17500 ترجمة حسب الفهرس اللي هو منشور، ده كتاب بتاع عدد تقريبي 17500 ترجمة مشتمل عليه الكتاب.